والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. توقفنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، على مسألة هل يجوز لعلماء هذا الزمان وهذه الأعصار أن يقدموا على تصحيح حديث لم يصححه الأقدمون. فذهب الحافظ أبو عمرو بن الصلاح إلى أنه لا ينبغي لأحد من أهل هذه الأزمان أن يقدم أو يتجاسر على تصحيح حديث لم يقم بتصحيحه أحد من العلماء المتقدمين. وهذه المسألة التي ذكرها ابن الصلاح انتقده فيها كثير من العلماء الذين تعرضوا لمقدمة الحافظ ابن الصلاح إما بالاختصار أو بالشرح، فلم يوافقوه على هذا القول، وقالوا أن العلماء المعاصرين بل والمتأخرين عن ابن الصلاح وعن زمنه أقدموا على تصحيح أحاديث لم يصححها الأقدمون، فالعمل على خلاف ذلك، أي على خلاف ما قاله ابن الصلاح. ولعل ما ذهب إليه ابن الصلاح كان من شدة تحريه وورعه رحمه الله تعالى من أن نقدم على تصحيح حديث وندخل بذلك تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالحافظ ابن الصلاح كان يعني شديد الورع، ولعله ذهب إلى ما ذهب إليه من شدة ورعه رحمه الله تعالى. وكذلك من جملة يعني المبررات أو الدلائل التي كان يعني يستدل بها على مذهبه ضعف أهلية العلماء في هذا الزمان، ضعف أهلية العلماء في هذا الزمان، وأن المجتهدين أصبحوا إن لم نقل أصبحوا منعدمين فقد أصبحوا قلة. ونحن ذكرنا في اللقاء السابق قول الحافظ الدارقطني رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى قصور علمه عن قصور علم السلف فلينظر إلى علل الزهري للإمام محمد بن يحيى الذهلي. ونحن نقول: من أراد أن ينظر إلى قصور علم هذا الزمان عن قصور علم هؤلاء فلينظر إلى علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وغيرهم وعلل ابن المديني وهؤلاء الأئمة الكبار، فتعلم مدى الفجوة الكبيرة التي بيننا وبينهم وبين علمنا وعلمهم. يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله كأنه يريد أن يقول أن علماء هذا الزمان لا يصلح إلى أن يقدموا على تصحيح حديث أو تحسينه كما كان يفعل الأقدمون لقصور علم علماء هذا الزمان عن علماء السلف رحمهم الله تعالى.
وذكر في معرض دلائله على هذه المسألة أشياء انتقده عليها الحفاظ كالإمام الحافظ ابن حجر وشيخه الحافظ العراقي وابن كثير وغيرهم. فمن ضمن ما كان يذكره أن أسانيد المتون التي لم يرد فيها تصحيح من الأقدمين لا بد وأن تشتمل على أسانيد رواه أو رواه هؤلاء الرواه يعتمدون في روايتهم على الكتاب والتحديث والرواية من الكتاب وليس من الحفظ. وهذا الذي اشترطه ابن الصلاح في بتصحيح الحديث من كون الرواه من الحفاظ هذا هو نفسه لم يشترطه عندما أراد أن يعرف الحديث الصحيح، بل اكتفى بقوله أن يكون الراوي من الرواه الثقات وأن يكون ضابطا وعدلا، لم يشترط لا هو ولا غيره أن يكون الحديث الصحيح أن يكون رواته من الحفاظ، لم يقل بهذا أحد. صحيح كما ذكرنا قبل ذلك أن بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله كان يشترط في الراوي أن يكون حافظا، وحتى لما شددوا عليه وقالوا له إن فلان رجل ثقة ويحدث من كتابه، فقال لهم أخشى أن يغير عليه أو يبدل الحديث عليه بالليل، أن يأتي أحد بالليل إلى كتابه ويغير بعض الأحاديث، فطالما هو لا يحفظ فلن ينتبه إلى هذه الأحاديث هل تغيرت أم لا. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك لم يوافقه عليه جمهور العلماء، لم يشترطوا في الراوي أن يكون حافظا، بل يكتفى بأن يكون ثقة عدلا ضابطا متقنا، أما أن يكون حافظا فلم يشترط أحد ذلك. ليس هناك كمية معينة، ولكن قالوا حتى يكون الرجل حافظا يكون ما يعرفه أكثر مما يجهله، ما يعلمه من الأحاديث ومن الرواه والتواريخ ونحو ذلك أكثر مما يجهله. بعضهم ذكر أن يكون يحفظ 100,000 حديث، وبعضهم يقول 100,000 حديث وهكذا، لكن الجامع لكل هذا أن يكون ما يعلمه أكثر مما يجهله. وكذلك من الأدلة التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح على مذهبه هذا أن أسانيد الكتب، الكتب الستة أو الكتب الستة والمسانيد، هذه الكتب الأسانيد التي وصلت إلينا بها هذه الكتب فيها رواه ربما كانوا كما قال يعتمدون على الكتاب أو لم تشتهر لم يشتهر بعض الرواه في هذه الأسانيد التي بيننا وبين أصحاب هؤلاء المصنفات. وطبعا أجابوا عن هذا بقولهم أن هذه الكتب شهرتها تغني عن الأسانيد التي بيننا وبينهم، شهرة هذه الكتب تغني عن الأسانيد التي بيننا وبين هؤلاء المصنفين. وهناك نقطة أخرى وهي
أن هؤلاء الأئمة عندما يحكمون على حديث بالصحة أو بالحسن فإنما يصل إلينا أيضا من عن طريق هذه الطرق أو هذه الأسانيد التي بيننا وبين هؤلاء المصنفين. فإذا قلت إن هذه الأسانيد فيها نظر أو فيها كلام، إذن حكمهم على الحديث الذي وصل إلينا سيكون فيه نظر وفيه كلام. فإذا قبلت حكمهم على الحديث بالأسانيد التي وردت إلينا فاقبل كذلك إن إحنا عندما يكون بيننا وبينهم الإسناد لكتاب معين، فإذا الحكم بأن هذا الكتاب هو نفس الكتاب السنن أو كتاب المسند أو كتاب المصنف أو غيره من الكتب. يبقى الإسناد هذا الذي بيننا وبين المصنف، شهرة المصنف تغني عن الحاجة إلى هذا الإسناد. واضح كل هذا؟ احنا هنقرأ بقى كلام الإمام النووي وشرح السيوطي عليه، ونتكلم على المسائل التي تكلموا عليها في هذه المسألة. السادسة من مسائل الصحيح من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيحا، حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. طب ماذا يقول الحافظ ابن الصلاح في حديث نص على صحته حافظ معتمد وجاء أحد الأئمة بعده ووجد فيه علة، ماذا نفعل؟ هل نعتمد كلام الإمام الحافظ هذا الذي صحح، ولا نعتمد كلام من جاء بعده ووجد فيه علة؟ فعلى كلام ابن الصلاح يبقى خلاص احنا بقى هنعتمد كلام الأقدمين ولن نلتفت إلى من بعدهم، ولن نلتفت إلى من بعدهم. طيب يبقى كل بقى هذه الكتب الواردة في العلل وكده كل دي هيبقاش لها قيمة، ويبقى كده هذه الأحاديث كلها التي ظهر فيها علل يبقى هنعتمد القول بصحتها، وهذا لم يقل به أحد مطلقا، بل كأنهم أجمعوا أو هناك شبه إجماع على العمل بما رأى هؤلاء الأئمة من علل في هذه الأحاديث، سواء كتاب العلل الدارقطني أو علل ابن المديني. لا هنقول بقى علل ابن المديني من الأقدمين، بلاش كتاب علل الدارقطني أو علل ابن أبي حاتم. فيبقى على كلام ابن الصلاح مش هناخد بهذا، لا العمل على خلاف هذا، بل نأخذ بكلام هؤلاء الأئمة الذين اكتشفوا عللا في هذه الأحاديث وقالوا أنها غير صحيحة. لم ينص على صحته حافظ معتمد في شيء من المصنفات المشهورة. قال الشيخ ابن الصلاح: لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذا الزمان. يعني أهل هذا الزمان ما عندهمش القدرة التي كانت عند المتقدمين من العلم والحفظ والإتقان والتحري وكل هذا، كل هذا مش موجود عند أهل هذا الزمان كما كان موجودا عند الأقدمين. وهذا وإن كان صحيحا، إلا أنه ليس معناه إن إحنا بقى نتوقف ومحدش بقى يجتهد ولا حد يبحث وينبش عن هذه الأحاديث ينظر هل فيها علة ولا لا، محدش قال كده.
قال لأنهما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، واكثر رواة الصحيحين كانوا يعتمدون على الكتاب في روايته. اكثر رواة الصحيحين كانوا يعتمدون على الرواية من الكتاب وليس من الحفظ، حتى قالوا ان هؤلاء اضبط حديثا من الذي يحدث من حفظه، الذي يحدث من كتاب أضبط من الذي يحدث من حفظه. طبعا النماذج بقى القليلة اللي هي زي الإمام البخاري وغيره، اللي هو إيه يعني لا ينسى ما يحفظه ويحفظ ما يسمعه مباشرة، دي إيه مش كل الناس كده، مش كل الرواة هكذا، ولكن هذه نماذج قليلة. ولكن أكثر وأغلب رواة الصحيح كانوا يعتمدون على الرواية من الكتاب. ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان. هو لم يشترط هذا في تعريف الصحيح، عندما أراد أن يعرف الصحيح لم يشترط أن يكون الراوي من الحفاظ، فما باله يشترطه هنا. قال في المنهل الروي: مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم. بعض العلماء طبعا قال ان كمان اللي خلى ابن الصلاح يقول هذا انه كتاب مثل كتاب المستدرك، هذا فيه احاديث كثيرة جدا ليست في الصحيحين، ونص على صحتها الامام الحاكم، وهو كتاب كبير فعلا، والحاكم مع شدة يعني تحريه وورعه وكثرة علمه واطلاعه وكثرة روايته يبعد أن يفوته أحاديث كثيرة ولا يكون قد أودعها في المستدرك. ده برضو بعض العلماء قال لك إن الحافظ ابن صلاح قال كده عشان كتاب زي المستدرك ده هيبقى يعني هيفوت الحاكم، ده راجل كان واسع الاطلاع والرواية، فيبقى صعب انه يفوته شيء. وكذلك مثلا مسند زي مسند الامام احمد فيه ما يزيد عن 20,000 حديث، فبرضه يصعب ان هو يفوته شيء. يبقى هؤلاء الأئمة ذكروا تقريبا جميع الأحاديث التي كانوا يظنون ويعتقدون فيها الصح. يبقى ما يجيش بعد كده بقى حد ويقول ويجيب لنا حديث ويصحح. الأئمة دول كانوا هيبقوا أعلم به وأعرف به منه. مثل يقبل فيما بعد زمنه ولا يقبل في زمانه هو؟ لا مش فاهم. كل التأويلات أنا تقريبا ذكرتها. ولا غير هذا يبقى زي مثلا يقول ممكن هو عامل كلام بسلام ان في زمانه ابن بسلام اهل يسيء حديث
إذا كان يعني في زمن ابن الصلاح ما فيش حد، لا يوجد أحد مجتهد، يبقى فمن باب أولى الزمن اللي بعده ما فيش. وعموما الحافظ السيوطي هيذكر وهينقل كلام الإمام ابن حجر في الشرح هنا، فهنأتي إليه. قال المصنف اللي هو الإمام النووي: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته من الأئمة يعني. طيب، قال العراقي: وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، يعني إيه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، لا يبقى ابن عمر بقى، ابن عمر، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يفعل. أخرجه البزار. هذا الحديث كما يقول صححه ابن القطان، وهو من المعاصرين لابن الصلاح. وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. أخرجه القاسم بن أصبع. هذه الأحاديث صححها من؟ ابن القطان، وهو معاصر لابن الصلاح. ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه المختارة، التزم فيه الصحة، يعني قال إن كل الأحاديث اللي هذكرها في هذا الكتاب صحيحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، زي حديث مثلا إيه اللي هو رواه الإمام علي عن أبي بكر رضي الله عنه: أيما عبد أذنب ذنبا فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ثم استغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الحديث لم ينص أحد على تصحيحه قبل الحافظ ضياء الدين المقدسي. وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وصحح الحافظ زكي الدين المنذري حديث بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا اللي قال كده إيه؟ الحافظ العراقي. الحافظ المنذري صحح هذا الحديث، وذلك في جزء له جمع فيه كل الأحاديث التي ورد فيها إيه فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كل الأعمال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن من فعلها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحافظ المنذري جمعها في جزء، طبعا هذا الجزء يعني لم أره ولم أطلع عليه، ربما أنا نفسي ما شفتوش. هو الحافظ العراقي بيقول جزء في إيه ما غفر ما تقدم في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا الحديث اللي صححه المنذري اللي هو حديث بحر بن نصر ده عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، هو حديث إيه: إذا فرغتم من خاتمة أم الكتاب
فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له من غفر إيه؟ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا المحقق بتاع كتاب النكت لابن حجر ذكر أن هذا الحديث هو حديث إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وهذا إيه؟ غير صحيح. الصواب هو حديث إيه؟ من قرأ إيه؟ فاتحة الكتاب فختمها فقال آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. الحافظ ابن حجر يعني ايه قال ان طبعا الحديث ده بهذا الاسناد هتجده عند ايه ابن الجارود في المنتقى، بهذا الاسناد بعينه يعني ايه بحر بن ناصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وابي سلم. اللي خلى بقى محقق النكت يقول ان هو حديث من صام رمضان، ان حديث من صام رمضان وارد من رواية الزهري عن سعيد وابي سلم عن ابي هريرة، فظن ان هذا هو الحديث، ولكن الصواب هو الايه الحديث الذي ذكرناه. طبعا المنذري لما اورد هذا الحديث في هذا الجزء فقال ايه بقى ماذا قال؟ قال بحر بن نصر ثقة، وابن وهب ومن فوقهم محتج بهم في الصحيحين. فايه اذا هو صحح هذا الحديث. فجه الحافظ ابن حجر علق عليه وقال ايه بقى؟ ولا يلزم من كون رجال الاسناد من رجال الصحيح ان يكون الحديث الوارد به صحيحا، لاحتمال ان يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال، فهذه رواية شاذة. طب رواية شاذة ليه؟ هو الحافظ بيقول هذه رواية شاذة، يعني هو الإسناد صحيح بس لكن الحديث شاذ. طب ليه شاذ؟ قال لك لأن في هذه الرواية يقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والروايات الأخرى فيها إيه غفر له ما تقدم من ذنبه فقط وليس فيها وما تأخر، فلذلك حكم عليها الحافظ إيه بالشذوذ. ثم صحح الطبقة التي تلي هذه اللي هي طبقة يعني تلي طبقة ابن الصلاح، فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي حديث جابر ماء زمزم لما شرب له. الحافظ الدمياطي متأخر عن ابن الصلاح. ثم صحح طبقة بعد هذه أو طبقة بعد هذه، فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة، اللي هو حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، لم يقل بتصحيحه إلا الحافظ تقي الدين السبكي. وطبعا من طبقة الشيخ تقي الدين السبكي أيضا الحافظ المزي، حسن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحافظ المزي من طبقة السبكي، يعني الطبقة التي تلي يعني التي بعد الصلاح، لا التي بعدها كمان، يعني ايه في طبقتين كده. قال ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، يعني الذي تأهل من العلماء وأصبحت له دربة وأوتي من العلم ما يمكنه إلى أن يصحح حديثا أو يحسنه فإنه يفعل ذلك، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم.
يعني مثلا الإمام تقي الدين السبكي لما صحح حديث الزيارة اعترض عليه بعض العلماء، ومنهم اللي ألف كتاب في الرد عليه اللي هو الصارم المنكر. فبيقول إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، يعني يجي بعض العلماء برضه يقولوا لا أنت لما صححت الحديث ده ما كانش إيه، يعني ما كانش يجب أنك تصححه. وكذا كان المتقدمون، ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه، يعني زي ما بيحصل في المتأخرين بيحصل في المتقدمين أيضا. فممكن مثلا الإمام أحمد يصحح حديث ابن معين يضعفه، وارد يعني. وقال شيخ الإسلام قد اعترض أو اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، يا العراقي وابن كثير والنووي كل دول إيه اعترضوا على ابن الصلاح في مقولته هذه. ابن حجر، حافظ ابن حجر، ما تظنش ان هو حد تاني يعني. في هذا الكتاب عندما يقول شيخ الإسلام تفهم انه ابن حجر على طول. وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك، كابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري ومن بعدهم، كابن المواق والدمياطي والمزي ونحوه، وليس بوارد. يعني اعتراضهم ده مش وارد. لماذا؟ لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره، يعني ابن الصلاح زي ما هو مجتهد وهم مجتهدين يبقى ما ايه ما لا يعترض بفعلهم على فعله، وإنما يحتج عليه بإبطال دليل أو معارضته، بإبطال دليل ولا دليله؟ دليله. أو معارضته بما هو أقوى منه. ومنهم من قال لا سلف له في ذلك، يعني هو إيه لم يقل بهذا القول أحد ممن سبقه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل أهل عصره ومن بعده ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليلا للرد عليه. واضح؟ قال ثم إن في عبارته مناقشات. لا هو عايز يقول إن إيه حافظ ابن الصلاح إمام أو مجتهد مثلا، فما تجيش تعترض عليه بكلام واحد مجتهد مثله أو عالم مثله. أنت لك رأي وأنا لي رأي، فرأيي ليس حجة عليك ورأيك ليس حجة علي، لكن امتى يصير هذا بقى ايه دليل وحجة على ابن الصلاح؟ مجموع هذه الايه الادلة، ليس هذا الدليل وحده، لا، لما نجمع كل هذه الادلة على بعضها تصير ايه دليلا قويا في الرد على ابن الصلاح. ولكن ان احنا نقول ان في واحد خلفه هذا
يعني بذاته كده لا يصلح دليلا، إنه مجرد إن واحد خلفه. طب ما كل الناس بتختلف، لكن لما نجمع كل هذه الأدلة يبقى إيه، تصير إيه، فيها قوة وحجة على ابن الصلاح. نعم، صحيح. هو نفسه ابن الصلاح أقدم على هذا. لكن هنا الحافظ ابن حجر عايز يقول إن إيه، إن مجرد مخالفة عالم له لا يصلح دليلا للرد عليه. كأن المسألة فيها إجماع يعني، كأنها هكذا. كأنه يشير إلى أن يعني أكثر العلماء و يعني إن لم يكن كلهم ردوا على ابن الصلاح في هذه المسألة. قال: ثم إن في عبارته مناقشات، منها قوله: فإنا لا نتجاسر. طب إيه بقى العبارة؟ عشان إيه نقعد نفكها كده ونشوف ابن الصلاح بيقول إيه بقى؟ إذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. فيقول إن قوله فإنا لا نتجاسر ظاهره أن الأولى ترك التعرض له، أي التعرض لتصحيح حديث لم يصححه حافظ أو الجماعة الحفاظ الأقدم، لما فيه من التعب والمشق، لما فيه من التعب والمشق. طب التعب والمشقة هيجي منين؟ إن العلم اللي عندنا ليس كالعلم الذي عند هؤلاء، وهناخد بقى يعني ايه اوقات وقت طويل في الايه لكي نستطيع ان نحكم على هذا الحديث الى جانب المشق، وان لم ينهض الى درجة التعذر. يعني هو في مشقة ولكن لا تصل الى ايه، الى درجة التعذر. يعني ايه؟ لا تصل الى درجة المستحيل. في تعب وفي مشقة نعم، لكن هل هذا التعب والمشقة معناه إن إحنا لا نستطيع أن نحكم على هذه الأحاديث؟ لا، لم يصل الأمر بعد إلى درجة التعذر. وإن لم ينهض إلى درجة التعذر فلا يحسن قوله بعد، أي بعد ذلك فقد تعذر. نعم، لأنه بيقول إيه، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح. يبقى درجة التعذر يعني إيه؟ تعذر في هذه الأعصار يعني إيه؟ استحالة. فعايز يقول هو في تعب ومشقة لكن لا يصل إلى درجة إيه؟ الاستحالة، أو إلى درجة التعذر. ومنها أنه ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان وليست متغيرة. هذه الإيه؟ الألفاظ، الضبط والحفظ والإتقان، ليست متغيرة. يعني بمعنى إيه؟ إن مثلا لا يوصف الإنسان بكونه حافظا وهو غير متقن وغير ضابط. يبقى إيه؟ هذه الألفاظ كلها إيه؟ متلازمة. ينفع نسمي واحد
من الحفاظ وهو غير ضابط وغير متقن؟ لا، فإذا ليست إيه وليست متغيرة. ومنها أنه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب، فافهم أنه يعيب من حدث من كتابه، أو فأفهم يعني أفهم كلام ابن الصلاح أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلب، والمعروف من أئمة الحديث خلاف ذلك. زي ما احنا قلنا إن معظم رواة الصحيحين كانوا يحدثون من الكتاب، والعلماء قالوا إن من يحدث من كتابه إيه فهو أبعد عن الغلط وأقرب إلى الضبط والدقة والإتقان. طبعا خلاف كلام سيدنا الإمام مالك اللي احنا قلناه. وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكن لا يحفظ ما سمعه عن ظهر قلب واعتمد ما في كتابه فحدث منه، فقد فعل اللازم له، فحديثه على هذه الصورة صحيح، يعني إذا حدث من كتابه وليس من حفظ. قال: وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح، إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع. يعني كل الأسانيد اللي هيقوم العلماء المتأخرين بتصحيحها أو الحكم عليها، إن أراد أن جميع هذه الأسانيد لم يبلغ رواتها درجة الضبط المشترطة في الصحيح فده غير حاصل. مش معقولة كل الأحاديث ليست يعني ما فيهاش حتى يعني جملة من الأحاديث الصحيحة التي يوجد في رواتها رواة ضابطين متقنين حافظين، لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح. هذه الأسانيد التي يحكم عليها المتأخرون في جملتها لابد أن تجد في رواتها من هو في الصحيح أو من رواة الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك. يعني نادر لما تلاقي إسناد من هذه الأسانيد ما فيش واحد مثلا أو اثنين ممن احتج بهم في الصحيح. وإن أراد بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلا على التعذر. ما يصلحش دليل إنه بقى العملية أصبحت مستحيلة إن احنا نحكم على هذه الأحاديث، لا، إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك. يعني بقى إلا إذا كان جزء من الأجزاء الحديثية الذي يرويها هو أصلا رجل ضعيف، راوي ضعيف، يبقى في الحالة دي هيبقى الأحاديث كلها المبنية عليها ضعيفة. أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن، هذه المسانيد والسنن ليس من الضروري أن تنظر في الإسناد الذي بينك وبين المصنف. يعني مثلا سنن النسائي، ما جيش أقول طب هو سنن النسائي ده جالنا إزاي؟ ده جالنا عن الطريق بالإسناد الفلاني. طب الإسناد الفلاني ده فيه رواح محدش عارفه، لا، ليه بقى؟ لأن سنن النسائي ده شهرته تغني عن البحث عن الإسناد الذي بيننا وبين المصنف، مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين، ف
فإن المصنف منه إذا روى حديثا ووجدت الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته، وإن لم يمتنع الحكم بصحته وإن لم يقل حافظ أو إمام معتمد بصحته قبل ذلك، ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين. قال: ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح. فكم من حديث حكم بصحته أو حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته. يبقى في الحالة دي ايه؟ احنا كده هنقبل ما ليس بصحيح اذا حكم بصحته امام متقدم واطلع امام متأخر على علة فيه. ففي الحالة دي ايه؟ احنا بنقبل ونقول بصحة حديث وهو في الواقع ليس بصحيح. ولا سيما ان كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان. قال: والعجب منه، أي من إيه؟ من ابن الصلاح يعني، كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم؟ وذلك التصحيح إنما يتصل يصل ولا يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل. تصحيح الإمام المتقدم ده وصل إلينا بالإسناد اللي هو الحافظ ابن الصلاح بيقول إيه؟ ما ينفعش إن إحنا نحكم عليه. واضح؟ واضح النقطة دي؟ لما يجي مثلا أبو داود ينص على صحة حديث في سننه، طب كيف وصل تصحيح أبي داود لهذا الحديث إلينا؟ عن طريق إسناد. هذا الإسناد ابن الصلاح بيقول لك أنت لا تصلح إلى أن تحكم على هذا الإسناد، ولا الأئمة المتأخرين يصلحوا إلى أن يحكموا على هذا الإسناد. طيب إذا كنت لا أو إذا كان هؤلاء الأئمة المتأخرين لا يصلحوا للحكم على هذا الإسناد، فكيف أتأكد أن أبا داود قد حكم على هذا الإسناد بالصحة؟ كده هنهدر كل تصحيحات الأئمة المتقدمين اللي هو بيحتج بهم ابن الصلاح، ما هو وصل تصحيحه هذا وصل لي بهذا الإسناد الذي تمنعني أنت من أن أحكم عليه. فإذا كنت تمنعني من أن أحكم عليه فكيف تطالبني بأن أعتمد هذا التصحيح؟ واضحة؟ وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح. وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه، فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا. يبقى احنا ايه؟ ننظر ايه فقط في ايه؟ في الإسناد الذي بعد المصنف. شيخ بقى يعني مثلا في أبو داود ما
ننظر في شيخ أبي داود وشيخ شيخه وهكذا إلى أن تصل إلى الصحابة، لكن لا أنظر إلى من هو بعد أبي داود، يعني إيه من روى عنه ومن روى عن من روى عن أبي داود وهكذا إلى أن يصل الإسناد إلينا، نحن غير مطالبين بالنظر في هذا الإسناد. نعم، هل أنت مطالب بأن تنظر في الإسناد الذي بينك وبين أبي داود حتى تتأكد أن هذا الكتاب السنن أبي داود هو السنن أبي داود الذي كتبه والذي أم لا؟ شهرته. وكل العلماء يعني في كتبهم يقولون أن هذا الحديث مثلا أخرجه أبو داود في سننه، وهؤلاء الأئمة كالحافظ ابن حجر وغيره عندما تنظر في مخطوطات هذه الكتب تجد هؤلاء الأئمة سمعوا هذا الكلام بالإسناد، سمعوا هذه الكتب بالإسناد، يعني تجد الكتب بتاعة السنن والمسانيد قد تجد في بعضها مثلا خطوط أو خط للحافظ ابن حجر، وإنه وفيها ما يدل على أن ابن حجر سمع هذه النسخة من شيخه بالإسناد إلى أبي داود مثلا أو إلى غيره من أصحاب السنن. فأنت هنا مش محتاج أو لست مطالب لشهرة هذه الكتب وهذه التصانيف، لست مطالب بأنك تبحث في الإسناد الموجود بيننا وبينهم. احنا ننظر في اسناد المصنف وليس في اسنادنا نحن. هو في سند الى المصنف. نعم. طيب، فابن الصلاح بيقول ان هذا الاسناد منا الى المصنف لا نستطيع ان نحكم عليه. واضح كده؟ ايه المشكلة؟ الإسناد مثلا مني إلى أبي داود هتجد مثلا فيه ما يقرب من 15 راوية. فابن الصلاح بيقول ايه؟ هذا الاسناد لا نستطيع ان نحكم عليه. واضح كده؟ لا، ابن الصلاح بيقول لا نستطيع، لان احنا مش مؤهلين في النظر في هذا الاسناد، ويتعذر ان احنا نبحث في هذا الاسناد. فقلنا له هذه الكتب شهرتها تغني عن الإسناد،
وحنفترض معاك يا ابن الصلاح ان هذه الكتب لما وصلت الينا بهذا الاسناد ان احنا لا نستطيع الحكم على هذا الاسناد. طيب ما هو الحكم على الحديث من جانب هؤلاء الائمه وصل لي بهذا الاسناد، فكيف تجعلني اقبل حكمه على الحديث ولا اقبل تصحيح هؤلاء الائمه؟ واضح؟ في اشكال عندك يا عبد الحكيم؟ هذا اللي احنا ذكرناه دلوقتي. وليس مؤدب ما ذكرت. وليس معناه كما فهمت. لا. وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا، يعني من شيوخ هؤلاء المصنف فصاعدا، لكن قد يقوى أو يقوي ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين. يعني إن إذا وجدنا أو أردنا أن نوجد عذرا لابن الصلاح فيما قال هو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، وهذا طبعا لا يجادل فيه أحد، لكن لا يصل إلى درجة الاستحالة والتعذر. وقيل أن إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن المستدرك للحاكم أو كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير، وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه. وهذا قد يقبل، لكنه لا ينهض دليلا على التعذر، لا يصلح دليلا على التعذر والاستحالة. قلت والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه. وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء الله، حتى يخرج من العهدة. يعني مكتوب عندك صحيح الإسناد؟ صحيح فقط؟ نسخة الشيخ عوام في ايه؟ وانت نسختك دي ايه؟ لا خلينا في الشيخ عوام. فيقول هذا الحديث صحيح إن شاء الله، يعني ايه؟ لربما يظهر بعد ذلك فيه علة قد خفيت علينا. وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه. وطبعا هذا لا يكتشفه إلا الأئمة الكبار. يعني يجيب إسناد صحيح ويحط عليه متن أو حديث موضوع، وهذا لا يكتشفه إلا الأئمة الكبار. وربما هذا هو الذي أيضا دعا ابن الصلاح إلى أن يقول مقولته هذه، لأن مش أي حد يكتشف هذه العلل وهذه المسائل. يعني الحديث اللي هو هيذكره
العساكر اسناده صحيح، يعني محدش يقدر يتكلم فيه، لكن المتن بتاعه موضوع 100%، فممكن واحد يختلط عليه الامر ويقول ما هو الاسناد صحيح يبقى الحديث صحيح. فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق علي بن فارس. صحيح إن شاء الله يعني لا مش في شك، لا هو بيحتاط لنفسه، ربما تظهر فيه علة بعد ذلك ونكون أو يكون فيه علة وأنا لا أعلمه، فأقول صحيح إن شاء الله أي صحيح في اعتقادي. صلاح بيقول لا نتجاسر، يعني لا نقول بقى صحيح ولا غير صحيح، ما نقولش حاجة خالص. اتوقف. ربما يكون ذلك صحيح، والدليل عليه ان هو نفسه صحح أحاديث ابن الصلاح. ما ربما يكون هناك من ذهب إلى رأي ابن الصلاح، لكن يعني كل العلماء اللي تعرضوا لكتابه بالشرح أو بالاختصار أو كده كلهم خالفوه فيما ذهب إليه، كلهم خالفوا. فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق علي بن فارس، ثنى مكي بن بندار، ثنى الحسن بن عبد الواحد القزويني، ثنى هشام بن عمار، ثنى مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا. لغاية كده الإسناد إيه صحيح. قلت ابن ايه عن عمار؟ هشام بن عمار حدثنا مالك. عن الزهري عن انس. هذا الاسناد ايه؟ اسناد صحيح. فاللي جاب هذا الاسناد حط عليه بقى ايه هذا المتن الموضوع. خلق الله الورد الاحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقي، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. قال ابن عساكر هذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح. فبقول لكم عشان كده يعني ايه ربما يعني مثل هذه الأحاديث يعني ايه كان ابن الصلاح يخشى تورعا أن يحكم أحد المتأخرين على الحديث، لأنه ربما لا يفطن إلى هذا، ربما لا يدرك مثل هذه الأمور. ليه؟ لأنه في يعني بون شاسع بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين. طيب، هنكتفي بهذا.